قطاع البناء والتعمير يساهم بأكثر من 6% من الناتجية الداخلية الخام ويشغل أكثر من 1,000,000 شخص. القطاع تضرر بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا، وللخروج من الأزمة الراهنة لجأت الحكومة إلى خفض رسوم التسجيل إلى النصف عند اقتناء سكن لا تتجاوز قيمته 250 مليون سنتيم. الروبورتاج لحسن الحمدي ورضوان بعروق. إجراء يأتي في وقت يعيش فيه قطاع البناء والتعمير أسوأ أيامه، بينما الإقبال على اقتناء الشقق يبقى ضعيفا في ظل زحف وباء كورونا. تخفيض بنسبة 50% الرسوم على التسجيل، نحن نتمين هذا الإجراء، نتمينه لأنه من شأنه أن يشجع المواطنين على اقتناء السكن، ونقول بأنه محدود في الزمن، يعني أنه لغاية هو ممتد لغاية 31 في شهر ديسمبر من سنة 2020. بالنسبة لرسوم التسجيل، ماذا يقصد مشروع قانون المالية المعدل بتخفيض الرسوم إلى 50% عند اقتناء سكن لا تتعدى قيمته 250 مليون سنتيم؟ ومثلا واحد عنده دار ديال 100 مليون غادي يشريها، غادي يربح 2 مليون، 20,000 درهم اللي هي مهمة ناقصة. إلا زدنا عليها مثلا أن الأبناك راهم تهما راه البنك المغرب طيح سعر الفائدة، إلا طيحوا شوية في المارج ديالهم تهما راه غادي نشجعوا المواطن باش غادي يشري. أولا، ثانيا، علاش ما نرجعوش لذاك الشيء اللي كان ونخلصوا 100%؟ كانوا الأبناك يخلصوا 100% الواحد اللي غادي يشري ما عنده شيء تسبيق. إلا عطيناهم خفضنا لهم التسجيل، قيمة ديال التسجيل ب2% أو 2.5%، وزدناهم 100% ديال الفينانسمون، راه غادي يكون إن شاء الله الخير. نتيجة للظرف الاستثنائي التي يعيشها المغرب، سارعت الحكومة إلى تعديل قانون المالية المرتبط بالعقار والرامي للحفاظ على مناصب الشغل وتمكين المواطنين من اقتناء سكن، وهي خطوة ستدعم قطاع البناء والتعمير للخروج من النفق المسدود. كنتكم تعرفوا بأن هذا القطاع هذا كيشغل أكثر من 1,000,000 ديال العمال. اليوم الدولة عطات هذه المبادرة الطيبة لمحاولة إنقاذ هذا القطاع. كنتمنى إن شاء الله أن تكون بادرة أخرى من جهة الأبناك لانخفاض لوطو دانتيغي، اللي غادي يشجع أكثر الزبناء أنهم يقتنيوا السكن ديالهم. فالمواطن الراغب في اقتناء السكن وبعد سنوات من الانتظار يبقى أمله وخفض رسوم التسجيل والتحفيظ لدعم قطاع في حاجة إلى جرعة زائدة لعودة النشاط بعد 5 أشهر من الركود. بعد الترخيص بإعادة فتح المساجد تدريجيا لأداء الصلوات الخمس باستثناء صلاة الجمعة، أجواء أول صلاة نسوقها من مسجد بلال بن رباح بالعيون، والذي تم تجهيزه بكافة الوسائل الصحية والوقائية الضرورية، وعلى مستوى المدينة ككل تم تجهيز 5 مساجد لهذا الغرض. ريبورتاج يوسف ويشو وزهير هنا. هو نداء من أجل حضور صلاة الظهر في أول يوم من افتتاح المساجد في وجه المصلين، بعدما تم إغلاقها منذ 16 من مارس الماضي لأسباب احترازية. اليوم يتجدد الوصل ببيوت الله، لكن وفق شروط صارمة تستحضر صحة وسلامة المصلين، عملا بقاعدة حفظ النفس من الهلاك. مسجد بلال بن رباح بالعيون أحد المساجد التي فتحت في وجه المصلين من أجل أداء الصلوات الخمس وفق بروتوكول تنظيمي وصحي يتعين على كل مصل الالتزام به، بدءا بالدخول ومرورا بالصلاة وانتهاء بالمغادرة. الجامع فتحنا بوابه، ولكن خاص الناس يتعاونوا ويلتزموا الصحة وما تعود العدوى مولي، ونظروا منهم الله يجزيهم يعودوا مواظبين وتابعوا الناس اللي يصلوا هون جهدهم كبار، فهم يالتنا نحموهم رأسنا بالتزام الشروط. الشروط الحمد لله راهي سهلة وعادية، منها التعقيم، منها وضع الكمامة، منها إنسان يجيب سجادة خاصة به.
وقد اعتمد القائمون على شأن الدين والصحي المحلي في تخصيص فتح المساجد على معايير تحقيق التهوية الكافية والتباعد بين المصلين، إضافة إلى ضرورة التوفر على قاعة كبيرة للصلاة، حيث تم اعتماد 5 مساجد بالعيون. وهذا الإجراء له دلالات عميقة، استحضار ضرورة الامتثال للإجراءات الاحترازية المعتمدة ببلادنا. ثانيا، الفضاءات المسجدية يجب أن تتوفر فيها هذه الشروط، وأن يمتثل المصلون لهذه الإجراءات ضمانا لأنفسهم ولغيرهم. 15 مسجدا تم فتحها اليوم بجهة العيون الساقية الحمراء بأقاليمها الأربعة في إطار الفتح التدريجي لفتح المساجد، حيث تم تجهيزها بكافة الوسائل الوقائية الضرورية في سعي لتمكين المصلين من أداء صلواتهم في ظروف صحية آمنة. مغربيا، رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخاخ قدم اليوم استقالته إلى رئيس قيس سعيد، وذلك بعد 5 أشهر من توليه لهذا المنصب. وفي حديث خاص به صحيفة تريبون دو جنيف السويسرية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة شدد على أن تهم التجسس الموجهة من قبل منظمة العفو الدولية للمغرب لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المملكة تتهم هذه المنظمة بإخفاقها في التحلي بواجب الحياد والموضوعية. نتابع مع أخبار الصحف لكن وطنيا هذه المرة، وهذه الجولة السريعة بين أبرز عناوين طبعاتها الصادرة يوم غد الخميس. رفقة خالد نجدي. نستهل جولة الصحافة من يومية المساء التي عنونت خبرا تصدر صفحتها الأولى: إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية ب34 عمالة وإقليما. وأشارت إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت جدد التأكيد على أن السلطات لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات الإنتاجية التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به ومتابعة المسؤولين عنها إذا اقتضى الأمر. جريدة بيان اليوم سلطت الضوء على استئناف الحافلات نشاطها وسط تخوفات المسافرين من الزيادة في أسعار التذاكر، مشيرة إلى أن هذا الاستئناف يأتي بعد نحو 20 يوما من الإضراب الوطني المفتوح، ومرهون بالالتزام بدفتر تحملات ينص على ضرورة تسجيل المعطيات الشخصية للمسافر وإلزامه بارتداء الكمامة طيلة مدة السفر والتعقيم المستمر للحافلة والتوقف على رأس كل ساعة من أجل التهوية. أما جريدة الأحداث المغربية فعنونت إحدى موادها الإخبارية: الانتخابات هواجس الكلفة المالية. وأوضحت مستندة إلى مصادر حزبية أن وزارة الداخلية تتجه إلى تنظيم أكثر من اقتراع في يوم واحد خلال السنة المقبلة التي ستكون سنة انتخابية بامتياز تشهد انتخابات الجماعات الترابية والغرف المهنية، فضلا عن انتخابات مجلسي النواب والمستشارين. وأبرزت أن هذا الإجراء في حال اعتماده في المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية سيخفف من تكلفة إجراء الاقتراعين والتي قد تصل لما يقارب 1 مليار درهم عن كل اقتراع. أخيرا، نقترح عليكم هذه الجولة بمركب سياحي يضم فندقا طاقته الاستيعابية 200 سرير فتح أبوابه مؤخرا على مشارف مدينة تازة غير بعيد عن كل من فاس ووجدة، وستكون هذه المنشأة السياحية متنفسا لساكنة المنطقة وفرصة لشبابها للحصول على مناصب الشغل. زهراء إتحال. تشارف أشغال بناء هذا الفندق على الانتهاء ليستقبل أوائل زبنائه. على أبواب تازة من شأن هذه المؤسسة الفندقية الجديدة إعطاء دينامية للسياحة في المدينة والمساهمة في تنمية الجهة، فهو جزء من مركب سياحي من 5 هكتارات يوفر إلى جانب الإيواء أنشطة ترفيهية عديدة. هو فندق من 5 نجوم
سيفتح أبوابه قريبا. طاقته الإيوائية تصل إلى 200 سرير، وهو فخر أن تتوفر منطقة تازا على بنية سياحية بهذا الشكل. بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي، يشكل هذا المركب السياحي قطبا ترفيهيا في الجهة وقيمة مضافة من الجانب الاقتصادي بمساهمته في توفير فرص شغل مباشرة وغير مباشرة. فرص ومناصب هي نادرة إذا تعلق الأمر بالقطاع السياحي في منطقة تازا، مشروع مماثل من شأنه المساهمة في تجاوز هذا الوضع. وحتى الآن يحصي المركب 150 منصب شغل قار، على أن يزيد الرقم ضعفا بنهاية العام، وكلها مناصب